أخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مراد زهر. كنت في سباشة في الدوام. اللاج ديالي زيف 87، عندي 87، عندي 37 عام الحمد لله على كل حال. الدومين ديالي كنت الكتروميكانيك ديال لي ماشين ديال التوب بريش بوند، خرج منها درت التكوين ديال الحلاقة وسط داخل المؤسسة خريبكة، ياك خديت ديبلوم من خريبكة ديال الحلاقة، خرجت بغيت نخدم بهداك الديبلوم ما قبلوش ليا، قالك حيت الديبلوم في واحد الطبعة ديال المبادرة ديال السجن ما قبلوش ليا. المهم بحال اللي قلتي ما بقيتش معول على هداك الديبلوم اللي عطاوني ديال الحلاقة، اتجهت للكوميرس البيع والشراء، مشيت خديت كروسة مشيت نمشي للمارشي تا انا كيفي كيف اي واحد، كيف مرا كيف راجل كيف دري صغير كيف كبير كلشي تبغي رزق الحلال، والله يطمعنا الله يطعمنا حلال من الله سبحانه وتعالى. مشيت نهار الاول المارشي تقديت خضيرة تا انايا وسلاحة وجيش وبات ومشيني بحال اللي وليت خالق الجو، فهمتيني وليت نمشي للمارشي تنجي بحال داك الشيء ديال الكروسة والبيع والشراء ديال الكروسة، حيت انا عمري ما تخيلت راسي غنبدا نبيع في الخضرة، ولكن ملي بديت نبيع في الخضرة والتيسير والصوب وليت بحال عندي واحد فهمتيني واحد الراحة النفسانية، مش عندي واحد الراحة نفسانية تنبيع نضحك مع العيالات نضحك مع الرجال مع الدراري صحابي بجنابي، ديما ديك الفلوس في الجيب فهمتيني بيع وشاري ضحك صافي اتجاه الكروسة الكليان عارفين ماشي الدومين ديالي، وفهمتيني بحال قلت تنبيع بالرخاء فهمتيني وبيع والله سبحانه وتعالى ما محشمنيش، نجيب عشية نجيب معايا خضيرة للدار فهمتيني. كما تشوفوا انا راه دابا ساكن بوحدي، ساكن بوحدي فهمتيني وبوحدي ماشي مع الدار، حيت الاب ديالي شويه لا متريش، انا هو الكبير في الدار، عندي اخت صغار مني، عندي اخوتي جوج صغار مني، وانا هو الكبير بحال قلت شي الكبير هو المعولين عليه ياكو. كنت كروسه كنت بخير خدام بخير، ماشي نقولك ماشي اخوتي باش بقى فيكم ولا فهمتيني نهضر معاكم نيشان حتى الكام قاش نشوف ترس في يديا ترس في يديا فهمتيني ترس واحد الورسه في يديا، ما بقايش الجات حيت هادي تنشد بها الجعبه وهادي تنكالي بها مثلا تبط قلب قدام الله ما اللي صافي شاف ما كتلات القبص بقاش بحال ما هكا بنتنيا تنتنيا بحال ما هكا الشاف ما بقات لها كروسه لا والو. هرسه ديال الزنزال وديجا كنت مهرس ديجا شحال هذيك مهرس وعاود تهرس عاود تشري في الزنزال وبقيت بحال ماك بقيت بحال ماك ومكافح بها فهمتيني خدام بها مكافح بها داخل في الاطار ديال فهمتيني بحال اللي قلت تنقول ماشي ولات عندي عقده نفسانيه، العقده النفسانيه ما السنين تاعي طاح ويدك ما العقده ما اللي دار ماشي مشكل فهمتيني صافي. مي تشكلش في يدي مابقيتش نبيع وتنشري، حسيت بحال الدار كاينه ولات واحد الازمه، ولات ازمه ماشي علي انا ولا عليك انت ولا اجماع اجتماعي على المجتمع كامل، واجه واحد الازمه بحال اللي قلتي سبحان الله العظيم كلشي بدا يتقاضى فهمتيني. انا شديت تقاري بحال اللي قلتي الدار فهمتيني داكشي على قد الحال، انا ما يمكنش ليا مثلا غنتزاحم معاهم في الطبسير غنبدا ناكل معاهم، انا هو الكبير فهمتيني معول عليا با كبير امي تشوف لي واحد النظره شديش بيش بوحدي شاد بيش بوحدي مرياح تنخدم عليهم بالكروسه، مشيت الكروسه خديت واحد الطوموبيله هذيك شفت تيليكومون شريت بوني كازيو خديت ب 900 درهم بوني كازيو هذيك تلك في الدراري الصغار كنت راه حجر انا ديال وداب، المهم ربي سبحانه وتعالى ما تيحشمش تجي معاك 80 درهم 270 درهم حتى 100 درهم نهار الزوين كاع 100 درهم سبت واحد 120 فهمتيني خدام بخير. مي ولا دابا داك المناخ دابا ديال الشتا والبرد واش دابا جاي الشتا جاي الشتا، ما انا كنت معول دابا على طوموبيل والدار معول ماشي انا معول عليها راه بحال قلت الاسره كامله معول عليك الطوموبيل هذاك الشيء تنجيبو بالليل فهمتيني اللي تنجيب انا بالليل نعطي للدار شويه تشاطيه شويه انا مع كما تنقولوا البليا قهوه كارو ماشي شي بليا كارو قهوه تبغى تخرج خصك تكون جيبك عامر حمر بعقلنا راه ماشي دراري صغار ولا مش ديك الوضعيه صافي تفرج بيت بوحدي بحال لي سيباري الدار فهمتيني حيت ما يمكنش لي انا ما عنديش ومزاحم مع والدي مع خوتي، خويا صغر مني ولا خويا اخو صغر مني كنشوف لي شوف انا ناقصه فهمتي كنشوف خويا كبر مني وما فهمتيني ما دار والو، ماشي انا اللي ما دارش والو، الاكثريه ديال الشباب ما داروا والو، الاكثريه ديال الشباب ما داروا، انا كافحت في صغري كافحت مارشي حلاقه هذه كافحت، ولكن مني
دخلتش في يديا ما بقايش فهمتيني بحال ريحت فهمتيني ريحت ما بقايش عندي ديك الاستمراريه فهمتيني. ونقول لكم ما اخوش الله يرحمكم الوالدين، حنا راه قاع تنسعوا الله سبحانه وتعالى. لا كان شي جمعيه مبادره ولا فهمتيني ولا شي حاجه شي اخ وشي محسن ولا واخا نقول واحد القضيه، انا نرد معاكم راجل مقابل راجل، شي ياخذ ليا موطور، شي ياخذ لي موطور تريبورتو، ماشي تنتعزل ولا فهمتيني، ما تنتعزلش، ياخذ لي موطور واخا قديم غنخدم به فهمتيني، حيت يديا موطور قديم غنخدم به، يشريه ليا نعطيه لاكارت، ياك يعني لاكارت تاعي ياك، ونبقى ندير معاه الوقت، نبقى نطيب شويه بشويه تنكملو فهمتيني. انا ماشي باغي، ما باغيش شي حاجه بزاف، انا كان شي تريبورتو واخا قديم راه بقاو تشوفوه عندي واخا يكون قديم، انا باغي نبيع ونشري فهمتيني، ما غنبيع عشان ترزق الله حلال، ما بغيش، باغي دار، ما بغيت حتى شي حاجه، باغي موطور باش نهز بيه الحياه الشخصيه ديالي انا والعائله ديالي فهمتيني، من غير يدخل لي المدخول ديالي. الله يخليكم الصحه ديالكم، راه ما ننساش خيركم اللي غادي معايا الخير هذا، الله يرحم قديم نخدم به، الله يرحمكم الوالدين، باش واحد اللي بغى يسلفني مبادره بغيت نقولها لكم راه ندوز الحبس فهمتيني، كنت مدوز الحبس فهمتيني، بوش المبادرة، بوش تقوم يدير المبادرة ناخده فهمتيني، ناخده ما عنديش المشكل نقول لا راه مبادرة غادي يصايقوا عطيني ولي راه مدوز الحبس، ما عنديش المشكل فهمتيني، حيت سيدنا يوسف كاع دوز الحبس، ما كاينش راه بنادم ما يقولش شي حاجة فهمتيني، ما يقول بنادم والو. المهم الله يحن عليكم، الله يخليكم الصحة، ندوي معاكم ومرعوب ما نترعب، الله يخليكم الصحة، الله يحن عليكم. أنا شوية شهادة تقديرية عن سيدنا الله ينصره. فرحت دخلت الشهادة، فرحت قلت هاد الشهادة هذه مشيتي عند الناس وريتها لهم باش لا أنا غنقول لك خويا زكريا، هاد الشهادة هذه عطاها لي أنا وشي جوج هذاك مول الطاكسي، اش درنا حنايا؟ جا مول الطاكسي عند الأب ديالي قالوا غنديروا محامي، جا عندنا محامي قلنا غنتكلف لكم بالدوسي هذا، غتعطيو ليا غنتكلف لكم به بالرساله هذه، وداك الشيء اللي غادي يخرج فهمتيني، حيت انا خوتي ماشي قاري مزيان، داك الشيء اللي قال لي مابقاش عاقل عليه، قال داك الشيء اللي غادي يخرج غناخذ منه واحد النسبه انا ونعطيكم نتوما، المهم ما علينا. قال لي خاصكم كل واحد يجي 2000 درهم، انا مشيت انا الاب ديال انا الاب ديالي مشينا خدينا واحد 2000 درهم من ديك ديال الامانه، جات تسلف عطاوك 40000 ما عرفت تزيد 50 او 60، خدينا ديتها للمحامي، انا ما غنسميه مو والو، انت لا كذبتي عليا راه مسامحك، راه ماشي دابا ندير معاك بحال هكا باش ندير لك شي مشكل، لا انا مسامحك فهمتيني، انا مسامحك باش ربي سبحانه وتعالى هو اللي سامحني، راه ماشي انت اللي قولي بشيني ولا انت حاسس بحال تقولي فهمتيني، ماشي حاجه ما قاريش وما عنديش خويا كبر مني ولا غير فهمتيني، عطيتك 2000 درهم الشهاده كل شيء خرجات فهمتيني، خرجات واحد جوج المليون، قال لي يا عيط لي انت موراك، قال خرجت لي 2 مليون، ولكن 2 مليون المحامي، انا نقول لكم نيشان قال لي راه خرجت 2 مليون، ولكن 2 مليون ما غدير لي حتى والو، انا ما غدير لي والو، اش دار؟ وي 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 السالم فهمتيني، هو السالم، انا ما انايا انا ما قلتش ليه السالم، نقول لك 2 مليون هو ياخذ كاع مليون، يعني انا مليون ناخذ به فهمتيني، كما قلت لك موطور نصب شي كروسه تكون مليحه ديال الخدمه تصدقل، لحد الان ما بقيتش شو ما بقيت رايشو اش يقول لي، من تنعيط عليه بعد الخطر تقول لي شوف راه السياد مي غادي غيحجزوا ليه الدار ولا شي ارض غادي يبيعها باش يعطيكم نتوما، وانا راه انا شنو نقول واحد القضيه، انا خويت راسي منك استاذ مشيني، انا وديك 2000 درهم وهادي انا خويت راسي منك مشيني، انا حاجه واحده اللي فرحان بها ديال سيدنا الله ينصرو مشيني، هاي الله ينصرو، وانت شتيها وما حاولتيش تقدرها مشيني، ما انت الشيء ما حاولتيش تقدرها، وانا قدرتها هاي قدرتها ومعايا مشينا هاي معايا، وكما تنقول كما تن الشهاده هادي راه شي 3 سنين راه فيها لاباج فيها كل شيء، راه في 2018 2016 هاي استاذ راه متكيس على هاي غش 2016 شهر 2016 درنا 2016 لدابا راه 17 18 19 20 21 22 23 5 6 7 8 8 8 هاي خوشي الله يجود عليكم الله يحن عليكم،
لا بغى شي واحد يتساعد معايا، لا بغى شي واحد يتساعد معايا يتساعد، الله يجعل ربي يخلي لي الصحيحه ديالو باش ما قسم الله. صافي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.